ايه رايك في العمليه الانتخابيه؟ هاديه ومستقره، والجيش بسم الله ما شاء الله يعني عامل بصراحه كل جهده ان يخلي العمليه الانتخابيه في النظام مهدوء، بصنا البلد تعيش في استقرار وسلام والامن يرجع. دي اهم حاجه يعني في البلد، اهم حاجه عايزينها يعني نعيش زي الاول ونرجع في امن ونخرج ونيجي براحتنا ويضيع بقى زمن البلطجه اللي احنا عشنا فيه الفتره ده سنه وخمس شهور. لا خلاني ان انا واجب وطني واللي انا شفته يعني تجاه ان انا ليا الراي، حتى نعلم ولادنا الصح، نعرفهم الصح من الغلط، حتى التلامذة يعرفوا قد ايه ان مصر عانت وقد ايه ان احنا ان شاء الله ربنا يولينا اللي يصلح لينا. انتخبت قبل كده في ايام الملك فاروق وايام عبد الناصر وايام السادات والايام بتاعت الحسني والله يعيش فيه بقى عندي. والانتخابات الحاليه انتخابات ماشيه كويس لولا بعض التجاوزات اللي بتحصل في بعض اللجان، وده طبعا عمل بيسيء للجان ويسيء للديمقراطيه نفسها. المفروض ان انا بدي حريه الناخب ان هو يدي صوته زي ما هو عايز، يعني انت ده هو حر ده هو حر. الصندوق اللي هيحدد مين اللي هيمسك البلد المرحلة ديت اللي احنا فيها ديت لازم يكون واحد سياسي يفهم. ليه؟ ما نمسكش واحد ما فهمش في السياسة والبلد تتباع. لأن أخطر مرحلة المرحلة القادمة دي.